هذه الأطعمة ليست صحية وحسب العلاجية أيضا، إنها تساعد أجسامنا على محاربة أنواع من الأمراض. إذن ماذا لو ذهبنا للبقالة بدلا من الصيدلية؟ أي يمكن لغذائنا اليومي كالفواكه والخضروات والأسماك أن يحل محل أدوية الصيدليات؟ بطيخ؟ قطعا. هذا الجوز؟ لماذا حبة الجوز بشكل الدماغ البشري؟ أهي مصادفة أم اكتشاف علمي هام؟ هذه فكرة ممتازة لاكتشاف أنواع الطعام المفيدة لنا ولماذا؟ ما الصلة السرية بين الألوان والخصائص العلاجية؟ لنكتشف الطعام كدواء. إذن تعاني من ألم في البطن. حسناً، حسب رأيي أخبرك ما عليك فعله، وهو التوجه للسوبر ماركت وتناول لبن الفراولة، ثم ستشفى. ألا تصدقون؟ انظروا وستذهلون. الأطعمة الصحية كالفواكه والخضروات مصادر مهمة للفيتامينات والمواد المغذية لأجسامنا، لكن بالنسبة لمن يعانون من مشاكل صحية سواء أكان ألماً في المعدة أم ارتفاعاً بضغط الدم، أي يمكن أن يكون الحل في الغذاء بدلاً من الدواء؟ إذن ماذا لو عوضاً عن الذهاب للصيدلية قصدنا البقالة؟ منذ بداية الزمان والناس يتناولون أنواع الطعام لتغذية أجسامهم بالفيتامينات والمعادن. اليوم سأشتري الطعام مع خبير التغذية، معي البروفيسور جيا هنري. سعيدة برؤيتك ثانية. سررت برؤيتك. اسمع، أجرينا هنا الكثير من الأبحاث عن الطعام كغذاء، لكنني بحاجة للتحدث إليك، ما رأيك بذلك؟ مفهوم الغذاء كدواء مفهوم قديم يعود لآلاف السنين لعهد الصينيين والهنود القدماء. لدينا اليوم إعادة تغليف لذلك مع الأبحاث العلمية والدليل الصحيح. أعتقد أن طريق السوبر ماركت سيصبح صيدلية اليوم أو غدا. أناس كثر قلقون بشأن أمراض القلب، لدينا الكثير للتحدث بهذا الشأن. بالطبع. ماذا توصيهم بأن يتناولوا لمنع الإصابة بها؟ الرمان المدهش، هذه الفاكهة مليئة بالبوليفونات والأنثوساينين، واللذين لديهما القدرة على تحييد اللويحات المتصلبة في الشرايين. إذن الرمان لأمراض القلب، هذا هو. بالتأكيد. ممتاز. ماذا عن من يعانون من ارتفاع ضغط الدم؟ ماذا تقترح أن يأكلوا؟ يحتوي البطيخ على حمضين أمينيين يدعيان أسترلين والأرجينين، وهما يخفضان ارتفاع الدم بشكل كبير. حسناً، اختر واحدة وأنا سأشتريها. أصبح لديك الكثير من البطيخ. ممتاز. أيضاً سألت البروفيسور عن أفضل شيء لكبح الشهية المفتوحة. إنها غنية بالألياف، أشياء كالملفوف الصيني والبروكلي والتفاح والأجاص. وقلت إن البطاطا الحلوة مفيدة. أجل. ماذا عن من يعانون من ذاكرة ضعيفة؟ أفي الطعام ما يحفز ذاكرتهم؟ لدينا هنا كركم. قطعا، فقدان الذاكرة حد كبير عندما نكبر في السن، واتضح أن الكركم به مركب يدعى الكركمين يقلل من تشكل اللويحات في الدماغ، وهذا أحد أسباب فقدان الذاكرة. هذا أثبته العلم صح؟ بالتأكيد. هل يوجد اختلاف بتناوله كمسحوق أم بشكل طبيعي؟ إن تناولته بشكل طبيعي ستحتاجين الكثير منه، لذا سيكون أكثر فاعلية إن تناولته بشكل بودرة. جرامات في اليوم تفي بالغرض. جرامات يوميا تقلل من فرصة زيارة الطبيب. بالتأكيد. شكرا جزيلا لوقتك، ولكن هل ساعدتني بحمل السلة؟ لا. شكرا، كان ذلك رائعا، لكن ما رأيكم لو حولنا انتباهنا لشيء مختلف يدركه دماغنا بسهولة كبيرة؟ الألم. لكن ما هو الألم؟ إنه يمكن أن يحدث بسبب التهاب في الجسم، لكن ما هو الالتهاب بالتحديد؟ يبدو كشيء شرس. الالتهاب أظن أنه شيء يحصل داخل الجسم كرد فعل على نوع معين من الطعام. وجود جرح لم يندمل جيدا، هذا هو الالتهاب. هل الالتهاب جيد أم سيء؟ لا أعتقد أنه شيء جيد، لا بد من وجود خطب ما كالمعاناة من حلق ملتهب. الالتهاب يبدأ بجهازنا المناعي، وجهاز المناعة يشبه جيشا يحمي أمة،
فعند مهاجمتنا من بكتيريا أو فيروس يتفاعل جهازنا المناعي ويؤدي لحدوث التهاب، وهو عبارة عن الجيش يحاول الدفاع بوجه البكتيريا. الالتهابات المزمنة خطيرة، يمكن أن تؤدي إلى أمراض مميتة كأمراض القلب والألزهايمر ومرض باركنسون وأمراض السرطان والتهاب المفاصل والحمى الذئبية. للآلام التي لا تزول يصف الأطباء أدوية كالآيبوبروفين، لكنهم اليوم يستبدلون الأدوية بالأطعمة. يقلق الكثيرون بسبب ظنهم أن الطعام الصحي يعني الطعام غير اللذيذ، وهذا غير صحيح. فقط اسألوا دان سيغال. هذا أنا. هذا هو. الآن مهمتك إعداد طعام صحي ولذيذ. ماذا لديك؟ نحاول جعل الناس يعرفون أن الطعام الصحي يمكن أن يكون طعاما لذيذا وسهل الإعداد في البيت مع مكونات كهذه. الحضض. إذن ما سنعده اليوم متعلق بمكونات مضادة للالتهاب. من بين المكونات التي وجدتها هي التوفو والحضض وعصير العنب الأحمر والعسل والفطر، وسنعد التوفو المخبوز مع خضروات الربيع. كيف سنعد التوفو أيها الطاهي؟ سنطبخ التوفو في مقلاة ساخنة. التتبيلة سهلة وسريعة الإعداد، تتكون من صلصة الصويا، العسل والخل. أسرع طريقة لإعداد التوفو هي بتسخين المقلاة داخل فرن. أولاً يجب أن يحمى الفرن لدرجة حرارة 150 مئوية، ليس ساخناً. التوفو ينضج بسرعة. والآن بينما ينضج سنطهو الخضروات. سنستعمل الذرة الصغيرة، البازلاء، الخل، الفطرة بأنواعه. سنضيف القليل من زيت الزيتون المخلوط، ثم سنقلي هذه الخضروات هنا ونضيف القليل من الملح. سأسخن هذه الصلصة مجددا. لإعداد الصلصة نحتاج إلى حضض، سنتركه يغلي، وسأضع زيت الزيتون لمنحها قواما غنيا. سأتركه جانبا ثم أخذ التوفو. هذا هو. عجبا، هذا سريع جدا. جميل. سنضع فوقه الآن بعض الخضروات. بدا جميلا عندما قدمته بهذا الشكل. سنضع فوق هذه الخضروات هذا الحضض الجميل الأحمر وبعضا من الزهر. أنهيه بالقليل من نكهة الجريب فروت. أصبح جاهزا. ها هو الغداء. شكرا لك. شكرا جزيلا. لنتذوق هذا هنا. أرجوك. شكرا. بعضا من الصلصة. كنت محقا بشأن الطعم الحامض، نجح. لدينا خضروات وتوفو. تذكروا أن هذا مضاد للالتهاب، لذا فهو يمنع الأمراض ولذيذ. كثير من الناس يظنون أن التوفو سيء، يقولون إنه توفو وصحي، لذا فهو مرفوض. ما رأيك؟ إنه متعدد الاستعمالات. حالياً سنحكي قصة ضحية لمرض قدم الرياضي، وكيف أن قوة الطعام كبديل للعلاج أنقذته من مشكلة الحك طوال الوقت. أرجوكم ساعدوني، أخبروني ماذا أفعل، إنه مقرف. وهذه الحكة. والاكتشاف الكبير للطعام، ماذا يمكن أن تخبرنا ألوان الأطعمة عن خصائصها العلاجية؟ وهل الكائنات الحية في طعامنا تساعدنا أم تؤذينا؟ مقرفة أم مفيدة؟ نحن نتحرى قوة الغذاء كعلاج. زرنا السوبر ماركت في البحث عن العلاجات. لضغط الدم المرتفع البطيخ، ولأمراض القلب الرمان. وأريناكم كيف أن لوصفة بسيطة أن تتمتع بخواص مضادة للالتهاب. لكن ماذا عن الفوائد الأخرى التي يقدمها الطعام؟ أتساءل، أيوجد طعام يمكن استعماله مباشرة على الجلد؟ إنها قصة متكررة ومألوفة لدينا كلنا. الحكة، الرائحة السيئة، والجلد المتسخ للقدم. إنه يؤثر على 15% من الناس في العالم. الضحايا أشخاص عاديون مثلكم ومثلي. الجاني نوع من الفطريات. الأسلوب، الاختيار والهجوم على الأشخاص غير العارفين في كل أنحاء العالم. شاهدوا معي هذا الغزو في القدم الرياضية. سنروي قصة صراع رجل لهزيمة خصم مزعج قدمه. الداء ذو الرائحة الكريهة والحكة، وهو القدم الرياضية.
وأيضا سنريكم كيف سنعالج هذه الحالة باستخدام قوة الطعام. لقد قمنا بتغيير الأسماء لحماية الأشخاص المتعلقين بالأمر، ولأننا لم نجد أي أحد مستعدا لإظهار قدمه أمام الكاميرا، فنحن نعرف أنها حالة محرجة. أقدم لكم أم جي، وهو يعاني من قدم الرياضي منذ زمن طويل لا يتذكر منذ متى. أم جي، كيف حالك؟ يمكن أن أكون بحال أفضل. أخبرني أم جي، منذ متى وأنت تحاول القضاء على هذه الحالة الفظيعة؟ ربما لأشهر، منذ وقت طويل جدا، ربما أعوام، على الأرجح منذ سنوات. أم جي، هل أنت مستعد لتجربة بعض العلاجات المنزلية لمحاولة علاج مرضك؟ أجل، رجاء، أريد التخلص من هذا المرض، أرجوك ساعديني، أخبريني ما العمل، إنه لا يطاق. لا يمكنك أن تتخيل الرائحة، الرائحة سيئة ومقرفة، الحكة، لا أستطيع تحمل الأمر، لا أستطيع تحمله. قطع، رجاء قطع. بنفس ليلة الدافئة والمظلمة يعود أم جي لبيته، ويتوقف في السوبر ماركت في طريقه إلى شقته المؤلفة من غرفتين في الجانب الشرقي من البلدة. لديه لائحة من المكونات والإجراءات للحصول عليها واحدة واحدة. زيت الزيتون والقليل من الثوم. لم أعد أستطيع احتمال هذا بعد الآن. الحكة، الرائحة، لن تصدق الأمر، إنها لا تطاق. الخطة بسيطة، بسيطة جدا. سيطبق أم جي هذه المكونات لبضعة أسابيع. الثوم لديه خصائص مضادة للفطريات، بينما يساعد زيت الزيتون على تطرية التشققات القاسية على القدمين. يوضع المعجون لمدة 15 دقيقة إلى 30 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ والصابون. بينما نترك أم جي يعالج قدمه الرياضية، نتفقد أطعمة قوية أخرى يمكن وضعها على الجسم كعلاج. استخدم الناس لآلاف السنين بعض الأطعمة لعلاج الأمراض. لدينا هنا عسل وبطاطا، يمكن أن يستخدم لعلاج الجروح، وهذا فعال جدا. أما بالنسبة لآلام الأذنين فيمكن استخدام الثوم لتقليل ألم الأذن. فالثوم يحتوي على مركب يدعى أليسين، وهو مضاد حيوي ومطهر. عرفنا أن بعض الأطعمة أقوى من غيرها في العلاج، لكن بوجود عدد لا يحصى من الأطعمة، أهناك سر لاكتشاف نوع من الطعام يستخدم كعلاج؟ لننزل للشارع لنعرف كم من الناس يعرفون ذلك. إليكم نصيحة، عليكم الحكم على الكتاب من غلافه. لدي هنا سلة غذاء جميلة. نعم. أتساءل إن كنتم تعرفون ما فائدة كل واحدة منها، وأي جزء من الجسم تفيد. هذا الجوز أي جزء من الجسم يفيد؟ ربما للشعر والعظام. للرئتين. أي جزء؟ الرأس. ماذا بالرأس؟ الدماغ. أجل، الدماغ. ممتاز. شكل الجوز يشبه الدماغ كثيرا، وهذا ليس صدفة، فالمواد المغذية التي يحتوي عليها هي الأوميغا 3 والبوليفينات، وهي هامة جدا لتطور الدماغ ونشاطه. الطماطم، ماذا يشبه شكلها؟ وأنت مصيب. And potassium, which are very important for good heart activity. الزنجبيل. الكلية. المعدة. يساعد على التخلص من الغازات. الزنجبيل يشبه المعدة ويحتوي على مركب يدعى جينجروز، والذي يعرف عنه تقليل الإحساس بالغثيان وتقليل خطر الإصابة باضطرابات المعدة. الجزر، برأيك ماذا يفيد؟ العينين. أحسنت. الأنف. العينين. أجل، الجزر يشبه العينين، واكتشف أن الجزر غني بمصدر البيتا كاروتين، وهو مهم جدا جدا لسلامة العينين. الكرافس، ماذا يشبه برأيك؟ الشجرة. العظام. أحسنتي. العظام. العظام.
نعم، الكرافس يشبه العظام، وثبت أنه مصدر غني بالكالسيوم والبوتاسيوم، وكلاهما مهمان لسلامة العظام وقوتها. كل هذه الخضروات التي تبدو مشابهة لأعضائنا كان أجدادنا يستخدمونها للمحافظة على صحتهم. نعود لتجربتنا البشرية، هل يمكننا معالجة قدم الرياضي بزيت الزيتون والثوم؟ قبل 3 أسابيع التقينا برجل مصاب يدعى ام جي، يعاني من حالة سيئة جدا من قدم الرياضي منذ زمن طويل. لا أستطيع تحمل هذا أكثر، الحكة، الرائحة. بعد تقديم هذه الوصفة لهذا الالتهاب السيء سألتقي بام جي مرة أخرى الليلة، هل سيتمكن من هزيمة خصمه؟ إذن ام جي، ما هو الحكم؟ هل استطاع طعم علاج قدم الرياضي؟ أخبرني. في الحقيقة أجل. ممتاز، أخبار رائعة، أنا سعيدة لأجلك. لقد نجح وأنا سعيد جدا بالنتائج، كان ذلك سهلا. ومرة أخرى أثبتت تحرياتنا روعة قوة الطعام، رجاء لا تترددوا بتجربته. عندما نعود سنكتشف المخلوقات التي في طعامنا وكيف تعمل كعلاج في معدتنا للمحافظة على صحتنا. من الرائع معرفة ما هي الأطعمة المفيدة لكل جزء من جسمنا. انضموا إلي بينما أتحرى مكونات طعام آخر يمكنه محاربة التوتر ومنافع حمية قوس المطر. قبل الفاصل أنقذنا رجلاً من شقائه وهو رائحة الكريهة للقدم والقدم الرياضية الحاكة. لقد نجح وعرفنا سر الصلة بين الأطعمة وأجزاء الجسم. الجزر يشبه العين. ما هي المشاكل التي يمكن محاربتها باستخدام الطعام كعلاج؟ لمجرد أن للطعام خصائص علاجية لا يعني هذا أن عليكم تناول الطعام كل الوقت، وإلا سيؤدي هذا لمشاكل صحية. أحاول معرفة الأنواع الصحيحة من الطعام، فأنا أشعر بالتوتر بالفعل. لماذا أنت هنا؟ وبينما لا يمكننا إبعاد التوتر تماماً، يمكن محاربته بتناول الأطعمة الصحيحة من الطعام. لكن أيعرف الناس الأنواع التي عليهم استخدامها كعلاج؟ إلى الشارع. إن واجهت يوماً مليئاً بالتوتر، ماذا تتناولين؟ أتناول وجبة واحدة يومياً فقط. واحدة فقط؟ نعم، الشوكولاتة. أتناول شيئاً حلواً فأشعر بحال أفضل. عندما أتوتر أتناول أي شيء. أي شيء؟ نعم. سألنا البروفيسور هنري إن كنا نبعد التوتر بطريقة الصحيحة. أولاً لدينا السمك، وكما نعرف السمك يحتوي على الأوميجا 3، طعمه وخواصه تجعل الناس يتخلصون من التوتر. الشعير وبعض أنواع الحبوب تحتوي على نسب من البروتين والكربوهيدرات، مما يجعلنا نشعر بالامتلاء وأكثر ذكاءً وأقل توتراً. أخيراً الشوكولا، إنها مزيلة للتوتر لأنها تحتوي على الثيوبرومين، ولديها خاصية رائعة أنها تذوب بالفم، لذا فهي تزيل التوتر. طلبت كعكة ملونة رائعة لأنني سمعت أنها يمكن أن تكون صحية أيضاً. ربما ليست هذه الكعكة تحديداً، ولكن دعوني أريكم. الألوان ليست موجودة وحسب لجعل الطعام يبدو جميلاً، فهي تكشف الفائدة الغذائية للطعام وتمثل مختلف أنواع المركبات العلاجية. كلما زادت الألوان كان أفضل. لنفرز الألوان لوناً لوناً. لنبدأ بالأحمر، يحتوي على اللايكوبين والذي يساعد على تخلص الجسم من الجذور الحرة التي يمكن أن تتسبب بالسرطانات. اللايكوبين مفيد جداً بمنع أمراض الرئة وأمراض القلب. مفيد. الخضروات والفاكهة الصفراء فوائدها أنها تمنع خطر الإصابة بعتامة العين ونوع من أنواع انتكاسة وريد العين البقعي. الخضروات والفواكه البرتقالية تحتوي على الألفا كاروتين وتمنع أنواعا من السرطان. تحتوي على البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم لفيتامين A المفيد. البرتقالية والصفراء تحتوي على البيتا كريبتوكانفين والذي يمنع أمراض القلب. والأمر الجيد أن برتقالة واحدة تحتوي على 170% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي. ذات اللون الأحمر والقرمزي بها مضادات أكسدة قوية تحمي من أمراض القلب وتساعد على منع الجلطات الدموية.
المجموعة الخضراء بها مواد كيماوية تحمي من السرطانات لأنها تحتوي على مواد مضادة للسرطان. أخيراً وليس آخراً، البيضاء والخضراء. البصل يحتوي على الأليسين الذي يتمتع بخواص مضادة للأورام. الطعام كغذاء في حمية الألوان يجذب كل من انتباهنا وشهيتنا، لكن ماذا عن المخلوقات الميكروسكوبية الصغيرة التي لا نراها بأعيننا المجردة؟ ما هي؟ انظروا لما هو مكتوب على هذه الزجاجة: مع وجود معينات حيوية مزروعة. هذا يعني وجود بكتيريا حية في هذه الزجاجة. هذا مقزز أم نافع؟ البروبايوتيك عبارة عن خليط من البكتيريا التي لها منافع صحية، يمكن الحصول عليها من اللبن والكيمشي، لكن أيضا يمكن شراؤها بشكل زجاجات صغيرة من السوبر ماركت. تناولها مفيد في تغيير النبيت المجهري للأمعاء، لكن تذكروا، لا يمكن تغيير ذلك بتناولها لأيام وحسب، يجب تناولها بأسس دائمة. سأريكم طريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة لصنع مشروب صحي من جوز الهند الصغير مليء بالبروبايوتيك. ولكن قبل أن نبدأ أخلي مسؤوليتي، لذا عليكم أن تحرصوا على غسل أيديكم وأن تكون نظيفة والأسطح التي تستعملونها نظيفة ومعقمة، إضافة إلى الوعاء الزجاجي المستخدم والسكين المستخدمة لقطع غطاء جوز الهند. أحضروا بعض كبسولات البروبايوتيك. عليكم تفريغ محتوياتها في الوعاء ثم إغلاق هذا الوعاء بإحكام. ها هو معد من قبل، انظروا. كما تشاهدون إنه تخمر، إنه بفقاعات. هذا بروبايوتيك صحي، وإذا كنتم مهتمين بصنعه مرة أخرى أقترح عليكم أن تحتفظوا ببعض من في القاع لتكون الكمية التالية مكثفة. هذه الأطعمة ليست صحية وحسب، بل علاجية أيضا. تساعد أجسامنا على محاربة أنواع معينة من الأمراض، لكن كونها مفيدة لنا لا يعني الإفراط في تناولها. الأمر يتعلق بالتوازن. أجل، هذه الأطعمة تساعد على منع بعض أنواع الأمراض، لكن إن ساءت الأمور عليكم التوجه لطبيب مختص. حاولوا إيجاد توازن مناسب بين الأطعمة والعلاج لإعادة أجسامكم للوضع الصحي.